وزارة الزراعة أعلنت عن بيع الأضاحي. احنا عارفين اللي احنا خلاص مقدمين على عيد الأضحى المبارك، كل عام وحضراتكم بألف خير يعني السنة دي. فبيع الأضاحي هيتم في منافذ وزارة الزراعة وفي مزارع الوزارة بأسعار مخفضة، ده وفقا لإعلان وزارة الزراعة. وأكدت إن هي وفرت كافة احتياجات المواطنين من اللحوم الحية أو المذبوحة، ده استعدادا لعيد الأضحى المبارك. وكمان أعلنت إنه حجز الأضاحي مستمر لحد نهاية الشهر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ احمد، صباح الخير يا استاذه منى، كل عام وحضراتكم بخير. صباح الخير يا دكتور. يعني دكتور خلينا نبدا بالسؤال الذي يهم المواطن والشغل الشاغل للمواطن في ظل ارتفاع الاسعار، اسعار اللحوم السنه دي هتكون كام؟ وهل هتختلف عن اسعار يعني اللحوم والدواجن وكل خلينا نتكلم على كل المواد الخاصه بالاستهلاك الخاص بالمواطن في العيد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، عايز اقول لحضرتك ان وزاره الزراعه ومعالي وزير الزراعه وجه بدعوه اجتماع للجنه المسؤوله عن توافر اللحوم واللجنه الاستراتيجيه ل 2080 المشكله بقرار دوله رئيس الوزراء، ودي بيتم دراسه السوق واحتياجات السوق، والحمد لله تم الموافقه طبقا لاحتياجاتنا على استيراد لحوم متنوعه سواء كانت حيه او مبرده او مجمده لتلبي كافه الرغبات والاذواق والاسعار. نعم. الحمد لله احنا مطمنين تماما من خلال ما لدينا من قواعد بيانات دقيقه لوجود الاضاحي وانتشارها على مستوى الجمهوريه سواء كانت في القطاع الحكومي او القطاع الخاص. نعم. وزاره الزراعه بتوفر الاضاحي المتعدده سواء كانت من الابقار او من الجاموس او من الاغنام والماعز في منافذها المتعدده ومزارعها المختلفه على مستوى الجمهوريه وباسعار تنافسيه متميزه ان شاء الله. اللي هي كام بقى الاسعار دي يا دكتور؟ خليني اقول لحضرتك ان الاسعار ديت هتعمل وعامله بالفعل توازن في الاسواق الحمد لله. الاسعار يعني فعلا ممتازه. اللي هي كام يا دكتور؟ احنا عايزين ارقام واحنا عارفين ان يعني انا حابب تعمل من انواع التشويق كده عشان المواطن يروح للمنافذ يعني. لا كمان احنا عارفين ان في ارتفاع في الاسعار بصفه عامه، وان كان بيتم طرح حاجات اقل من اسعار التجار، لكن احنا عارفين انها قد تكون اغلى من قبل كده، وده شيء متوقع والازمه موجوده وعالميا. خلينا نعرف اسعار بقى. الابقار ان شاء الله تبقى في حدود 72 جنيه حي. نعم. الكيلو الجاموس هيكون في حدود 64 جنيه الوزن القائم، والاجنام والماعز 75 جنيه الوزن الحي. تمام. والمذبوح وطبعا عايز اقول لحضرتك ان برضه في القطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه تم توزيع نشرات على بالنسبه لاسعار المذبوح يا دكتور. الاسعار المذبوح ان شاء الله هيبقى في حدود يعني من 150 ل 170 175 تقريبا ان شاء الله. تمام. اتفضل. وبالنسبه للثروه الداجنه السعر ده كده يا دكتور مش حضرتك شايفه مش مختلف كتير عن الاسواق؟ انا بتكلم ده السعر المذبوح. اللي هو انا بتكلم على المذبوح. على فكره السعر ده هو سعر الاسواق كمان، لكن وزاره الزراعه برضه بتقدم تخفيضات بتصل الى 25% ديت بتتحملها وزاره الزراعه وبتدعمها وزاره الزراعه. هو ده اللي يهمنا بقى، هو ده اللي احنا عاوزين نقوله دلوقتي للمواطن. قبل كده في العديد من المنافذ الحكوميه اللي تابعه لوزاره الزراعه ووزاره التموين، مؤسسه امان، جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، كل هذه المنافذ الحكوميه دي متواجده علشان تعمل توازن في الاسعار وعلشان تلبي كافه الرغبات. نعم. ولكن تاني يا استاذ احمد بقول لحضرتك ان وزاره الزراعه الحمد لله مطمئنه تماما لتوافر الاضاحي وتوافر اللحوم بشكل الحمد لله يكفي الاحتياجات، ودي من خلال قواعد البيانات الدقيقه اللي عندنا. الحمد لله ربنا يبارك ويزيد. احنا بعتنا لكافه مديريات الزراعه ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهوريه لمتابعه الشوادر ومنافذ بيع الاضاحي والتكثيف المتابعات، يمكن ما فيش اجازات دلوقتي توقفت تماما الاجازات، لتكثيف المتابعات والاطمئنان من وجود اضاحي مناسبه وسليمه تناسب ان شاء الله الحدث. كل عام وحضراتكم بخير. شروط اختيار الاضحيه الحيه يا دكتور بنقدر نختارها من منافذ وزاره الزراعه، بنقول نختار بقى الشكل ايه؟ مش بس من المنافذ، منافذ وزاره الزراعه ومنافذ القطاع الخاص، وزي ما قلت لحضرتك احنا
بنسبق المشتري وبنسبق المستهلك وبنسبق المواطن بخطوات مش بخطوه واحده، احنا بنكون مطمئنين تماما لوجود اضحيه مناسبه. ولكن عموما برضه بقول حاجتين، اول حاجه هقول 13 ملاحظه يخلي باله منها المواطن لما بيشتري الاضحيه، وتاني حاجه بيتوجه لاقرب اداره زراعيه او بيطريه منه وبنساعده كتير وممكن نروح معاه في شراء الاضحيه. بيخلي باله ان الراس لازم تكون مرفوعه لاعلى مش متدليه لاسفل، العينين بتبقى لامعتين مفيش فيها اصفرار ولا افرازات، الانف خاليه من اي افرازات حواليها، التنفس بتاع الحيوان المفروض يكون طبيعي مفيش نهجان، التنفس بشكل طبيعي، الفم واللسان المفروض ان هو خالي من اي تشققات او تقرحات، اشوف الصوف والشعر المفروض يكون متكامل ومكتمل، ولما اجي احاول اشده ما بيطلعش معايا بسهوله، ما بيتزعش بسهوله، الجلد خالي من اي جروح او بقع او تشققات لو مشيت ايدي عليه، القوائم الاربعه بتكون ممتلئه وده بيدل على زياده نسبه التصافي وزياده كميه اللحوم الموجوده في الحيوان، الكرش المفروض ما يكونش ممتلئ ولا منتفخ لما احاول ادوس على عليه من الجوانب، طبعا ما فيش اي مظاهر للاسهالات لا تحت الحيوان ولا حوالين مؤخره الحيوان، منطقه الرقبه والظهر ومقدمه الصدر لما بمشي ايدي عليها تلاقيها ممتلئه بالنسيج اللحمي، وده بيدل برضو على زياده نسبه التصاقي، بيدل على زياده كميه اللحوم الموجوده في الاضحيه. نعم، واكيد طبعا دكتور هيكون في يعني شوادر كتيره متاحه من خلال يعني وزاره الزراعه لعرض يعني الاضاحي الحيه بقى بالاسعار التنافسيه اللي حضرتك قلت عليها. الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروه الحيوانيه والداجنه بوزاره الزراعه، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.